انا اتصلت بيه ساعة الفجر زي ما قلت لي، عايز اروح له وهو على نار كده، بدل ما يرجع في كلامه يمكن اعرف اخلص منه قرشين للبنت الغلبانة واخواتها، وبالمرة اعدي على عبد حميد بدل ما يسوق في النوم ويوضر نفسه. طوعني وسيبه ملطوح وبقول له اي حاجة، وزود على الكلام اللي هتقوله الكلمتين اللي انا هنقولهم لك دول. ايوه يا حاج، بس الكلام لازم يكون مترتب، انت عارف فرغالي وعارف لقمه. بلغني امبارح ان الولا عدلي ابن سياف الكبير ناوي يفتح فرع في حارة اليهود من خميرة عملها من ورا ابوه وعمه، والمحل ده للادوات الكهربائية، وبلغني كمان انه ماشي في سكة التهريب وكل يوم والتاني يتعرف على ناس يساعدوه. ده كلام قديم قوي يا حاج، الزنقة كلها عرفت بالخلاف اللي بين ابوه وعمه، بس الكل لمم نفسه. وصلها الفرغالي على انها من مخصوص، والمخصوص ده بيروح يزور عبد الحميد في سجنه عشان يعرف اي حاجة يضرب بيها رجالته في الجمرك. ها فهمت دلوقتي؟ فهمت يا حاج. ايه بس الدفاتر بتقول غير كده؟ يعني انا حرام يا بنتي؟ العفو يا عم مصلحي، انا ما نقدرش نقول عليك كده، انا وعيت على الدنيا لقيتك شغال مع ابويا، وابويا الله يرحمه راجل ما بتعديش من عليه دبه النمله، انما يعني بصريح العواره مش ده المباع اللي ممكن يبيعه بمحل في مكان زي ده. وانا بايدي ايه بس؟ ده انا كل يوم اقول لاخوكي عايزين نجيب بضاعه جديده بدل اللي خلصت، يقول لا استنى لما نجرد ونفرز عشان الورث. وبعدين انا بصراحه مش لاقي كبير اتكلم معاه. اخوكي زي ما انت شايفه كده طول النهار ماسك كتاب وعمال يبص فيه، بيعمل بيقرا وهو عمال يبص على الزباين، قال ايه بيختار عروسه. طب واني رحت فين؟ ما تاخذنيش يا بنتي، انت واختي كل واحده فيكو ملهيه في جوزها وولادها، اللي في رشدي واللي في كفر عبده، والسؤال على التليفون برضو غير السؤال على الطبيعه. خلاص لحد ما يحصل فصل في الورث واختي تلايم دماغها اعتبرني انا المسؤوله قدامك. ماشي خلاص. ماشي. صباح عم صلحي. صباح الخير الباشا فرغالي باشا، عايزك ضروري. ايه اللي ضروري دي؟ هو انت شايفني فاضي؟ روح اقول له حافظه وهاجي له. عيني. هو الراجل ده عايزك في ايه؟ انا عارف، انا سمعت ابويا امبارح بيكلمه على المحمول. طيب من الملك السماعات على الباب ونلوط لك ايه اللي بيحصل؟ انا عليا ودان فشل الرادار. اول ما يوصل مصلحي تدخل لهم القهوه، واني هنتصل على نمرتك. سيب انت الموبايل بتاعك من غير ما حد ياخد باله واطلع على طول. تفكيرك متكلف يا تجراسي. اخلص وروح هات القهوه يا شكر. حمامه. يظهر ما بدهاش يابا. جه اليوم اللي ترتاح فيه في فيلتك ومعاك كل مطالبك. ما هو مش معقول هتاخد زمنك وزمان غيرك. اهلا يا عم مصلحي، يا اهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. يخلص طلع موبايلك. خدام قهوتك لسه ساده عم مصلحي صح؟ اه مظبوط. اتفضل قهوه الباشا والنعمه باشا. نورت يا راجل. طيب الله يخليك اخويا. اخلص بسرعة يا مصرح قبل بنتي ما تخش. ايه اللي عندك؟ صوتك امبارح في التليفون ما ريحنيش، وغيابك عليا دلوقتي قلقني اكتر. العبارة ما على الرسول الا البلاغ، وانا لا هاخد حاجة منه ولا منك. الخلاصة بقول لك قبل البنت ما تخش، في واحد ظابط كبير قوي في الاموال العامة، ما تفهم في التهريب، انا مش عارف، طلب يقابلني. رحت قابلته، قال لي كلام كبير مش فاهم منه حاجة. خدت الكلام من بقه ورحت نقلته لعبد الحميد في السجن، واني كمان ما اقدرش اخالف كلام الضابط. اخلص يا مصلحي ما تقفش في الكلام. وعبد الحميد كمان بلغني رساله
اقولها لك ولا ايه؟ قولها لي كلمه كلمه، ما تنساش ولا كلمه. قال ان هيقول للظابط على كل حاجه، هيحكي له على مشاوير الشغل اللي بينك وبينه كلها، والولا عدل بن السياف كمان ناوي على حاجه. هي ايه؟ انا مش متاكد منها. دول كام دول يا بيه؟ 30,000 تعويض عن السنتين اللي قضاهم في السجن، وبعدين لعياله من بعده، ولما يخرج لو عندي اللي اتفقت معاه عليه من جيبي وزياده كمان. بس يلا لم الفلوس بسرعه قبل ما بنت المؤذيه صفية تخش علينا. بنت المؤذيه رجع الفلوس الخزنه يا شكري. خدام على بال ما نقول لمصلحي بقى ايه. تم يا بنت، انت ما تنسيش ان كل حاجه هنا بتاعتي، حتى انت كمان بتاعتي. والنبي ايه؟ طب ما ناجل مصلحي شويه على بال ما الافيون هتكون دابت تحت لسانك يا معلم. طيب بالاذن انا بقى. ما اذنتلكش لسه يا مصطفى. بلغ صاحبك ان المدام لا بتتهز ولا بتتهزش، ولو سمعت كلام تاني زي اللي قلته للوالد هعتبره هو المسؤول قصادي، وهجيبه حتى لو كان في المكان. امشي امشي، اطلعي بره اطلعي بره. نسيتك معلش يا معلم. اذا كانت الافيونه دابت تحت لسانك فخد بعضك وجنينه الفيلا شرحه وبرح، والسهم الحبايب قلب. ده بقى ده انا اقتلك واشرب من دمك، فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ واني ما تهونش عليا، بس عشان البلا الازرق اللي لسه ما دابش تحت لسانك اني مش هناخد بكلامك. تمام كده زي القاضي، ما بيحكمش الا لما بيعرف. وصل يا ابني الباشا لحد الفيلا. خدام باشا. وانت يا حبيبي روح كده خد جودة الاحول في حضنك، ولا اقرا لك كتاب، ولا نقول لك روح دور معاه على بنت الحلال.